السلام عليكم. سامسونج جالاكسي الاس 24 الترا والاس 24 العادي والاس 24 بلس كشف ملخص أربعة مزايا للسلسلة بالكامل في أهم تسريب حتى الآن. بدأت الشائعات وتفاصيل المواصفات حول سلسلة سامسونج جالاكسي اس 24 بالظهور منذ أشهر. اليوم يكشف تسريب جديد ملخص حول الأبعاد وبعض المواصفات الإضافية لهواتف السلسلة الرائدة القادمة. تفاصيل جديدة حول سلسلة سامسونج جالاكسي اس 24. وفقا للتسريب سيوفر الجالاكسي اس 24 شاشة أكبر قليلا بحجم 6 إلى 2 إنش مع حواف أصغر. سيحتوي الاس 24 بلس أيضا على حواف أنحف ودقة تصل إلى كواد اتش دي بلس، بينما سيحتفظ الاس 24 الترا بشاشة كواد اتش دي بلس بحجم 6 إلى 8 إنش. يقال أن أبعاد الجالاكسي الاس 24 المدرجة هي 7.6 في 70.6 في 147 ميليمتر، مما يعني أن الجهاز القادم قد يكون أطول قليلا مقارنة بهاتف الاس 23 الذي يأتي بأبعاد 6 أو 7 إلى 6 في 70.9 في 146.3 ميليمتر. ولا يزال الوزن في الجالاكسي الاس 24 يبلغ 168 جراما، بينما سترتفع في سعة البطارية إلى 4000 ملي أمبير، ولكنها ستدعم الشحن السريع بحد أقصى 25 واط. سيظل الجالاكسي الاس 24 مقيدا بدقة الفول اتش دي بلس، ولكنه سيوفر الآن ما يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع. سيوفر الطرازان الجالاكسي الاس 24 بلس والجالاكسي الاس 24 ألترا شاشة بدقة كواد اتش دي بلس ونفس درجة السطوع البالغة 2500 شمعة في المتر المربع، وهذا شيء خرافي لأول مرة في الهواتف في العالم. ويشير آيس يونيفيرس أيضا إلى أن الحواف الموجودة في الجالاكسي الاس 24 والاس 24 بلس ستكون أنحف من الآيفون 15 وال 15 برو ماكس وال 15 برو، وحيث يصل سمكها إلى 1.5 ملم مقارنة بسمك 1.7 ملم في هواتف أبل الرائدة. كما أن هاتفي الجالاكسي الاس 24 بلس والاس 24 أقصر بمقدار 1 ملم مقارنة بأسلافها. هاتف الجالاكسي الاس 24 الوزن 168 جرام والأبعاد 7.6 ملم في 70.6 ملم في 147 ملم. الشاشة بحجم 6 إلى 2 إنش بدقة فول اتش دي بلس وسطوع 2500 شمعة كما ذكرت. البطارية 4000 ملي أمبير شحن سريع بقوة 25 واط. هاتف الجالاكسي الاس 24 بلس الأبعاد 7.7 في 75.9 في 158.5 ملم. الوزن 195 جرام. الشاشة بحجم 6 إلى 7 إنش بدقة كواد اتش دي بلس وسطوع 2500 شمعة. البطارية 4900 ميلا أمبير شحن سريع بقوة 45 واط. هاتف الجالاكسي الاس 24 ألترا الأبعاد 8.6 ملم في 79 ملم في 162.3 ملم. الوزن 233 جرام. الشاشة بحجم 6 إلى 8 إنش بدقة كواد اتش دي بلس وسطوع 2500 شمعة دايناميك أموليد. البطارية 5000 ملي أمبير شحن سريع بقوة 45 واط. هل أنت متحمس لسلسلة الجالاكسي الاس 24 القادمة؟ وما رأيك في هذه المواصفات الخرافية؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.